بسم الله الرحمن الرحيم. رح نكمل أسئلة بحل درس السادس ل grade 10. صرنا بإكسرسايز 5 page 43. بإكسرسايز 5 شو بيقول؟ بقول consider the following sets. عنا set A, set B, set C, set D. بيقول بالسؤال use roster notation. roster notation يعني in extension، يعني مش جملة بدي فسرها بجملة، بدي أعملها هيك شن الelements اللي موجودين مفصلين. يعني use roster notation to write each of these sets. هول السيتس اللي موجودين بدي اكتبهم. فانا عندي اول واحد set A. set A شو بتقلي؟ set A هي set of digits of the decimal system. طيب كلمة set بنعرف انه هي مجموعة، مجموعة digits. شو هن digits؟ digits هن العدد الواحد، يعني 12 ما في نقول عنا مع بعضهم digit. هاي digit وهاي digit. ديجيت يعني كأنه عدد الواحد. مجموعة أعداد واحدة of the decimal system. شو يعني كلمة decimal system؟ مش عم نقول decimal number، decimal system، system جهاز الأرقام كلياته، هذا هو. فهو شو هن الديجيتس اللي موجودين بهيدا decimal system؟ في عند الزيرو داخل، في عند الوان، في التو، في ثري، فور، فايف، سكس، سيفن، ايت، 9. ما فيني اقول 10، ما فيني اقول 9.1، صاروا 2 ديجيتس. انا بدي ديجيت ديجيت. لو قال 2 ديجيتس مثلا كان حدد، فهي بتكون ست A. البي شو هي البي؟ اذا ما فهمتوا عيدوا الفيديو. لما تصير معكم هيك شغلة عيدوا الفيديو، لما بصير مثلا كلمة مثلا شردتوا عنا عشان هيك ما فهمتوا. البي شو هي؟ set of positive integer. انتبهوا شو قال. انتيجر، مين هن الانتيجرز؟ هن الست زد، صح؟ ست زد شو فيها؟ فيها النيجاتيف، فيها الزيرو، فيها البوزيتيف، صح؟ من دون فواصل. فهو بده مجموعة البوزيتيف انتيجرز، بس البوزيتيف، واللي هن ان وان ديجيت، ديجيت واحدة. طيب الزيرو ما داخل، الزيرو ما بنعتبره بوزيتيف، لا بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعني بس بدنا البوزيتيف واللي هي وان ديجيت. معناتها 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ما فيني اقول 10، خلص خلصت. ما فيني اقول 10، 10 صارت 2 ديجيتس. وما فيني اقول مثلا ماينس 1 لانه صارت شو؟ نيجاتيف الماينس 1. وما فيني احط الزيرو لانه الزيرو صار حيادي نيوترال. طيب set C، set of solutions، هي مجموعة solutions of the equation 2 alpha. شوفوا يعني قبل ما اكتب set C بكتب الإكويشن اللي معي إياها 2 ألفا ناقص راديكال 2 إيكوال لزيرو. لما يقلي set of solution يعني مثل كأنه عملي solve ألفا، solve أو solve the equation، يعني طلع لي ألفا، find ألفا. فأنا شو بعمل؟ بحل كأنه عندي X مثلا، ألفا يعني هي X، هي A، هي B، حيلا شيء بدي طلعها. فبقول له 2 ألفا إيكوال، خلي ألفا عميلي وأرقام عميلي، إيكوال راديكال 2، يعني ألفا إيكوال راديكال 2 over راديكال 2. فكم سوليوشن عندي هون؟ سوليوشن واحد. فالسي شو صارت؟ هيدا السوليوشن اللي هي راديكال 2 على 2 بس. طيب الدي شو هي الدي؟ بيقول لي الدي set of even prime numbers. طيب شن اللي prime numbers؟ هن اللي بينقسموا على حالهم وعلى 1، بينقسموا على حالهم وعلى 1. مين هن prime numbers عم بحكي؟ لنعرف مين هن prime numbers لننقي منهم even. even اللي هو العدد المجوز. مين هن البرايم نمبرز؟ طيب نحن بنعرف البرايم نمبرز، حتى يمكن بفيديوهات تانية حاطة أنا البرايم نمبرز هني 1 2 3 5 7 9، ما بناخدها أكيد، 11 13 17 مثلا 19 23 etc. هولي أول 10 مثلا. هلأ طلعت أنا بفيديوهات هيك متطورة إنه الوان منو برايم نمبر. هاي بس معلومة لإلكن، الوان مش برايم نمبر. لأنه شو يعني من ديفينيشن تعول البرايم نمبر؟ إنه هو أول شي بينقسم على حاله وعلى وان. طيب يعني الوان بينقسم على حاله بيطلع وان، وبينقسم على وان كمان بيطلع وان. طيب بينقسم على حاله وعوان. الديفينيشن التاني للبرايم نمبر إنه لازم يكونوا هول الرقمين اللي انقسمتهم بدون يكونوا مختلفين. يعني هون بالوان ما في عندي أرقام مختلفة، فعشان هيك ما بحسمه برايم نمبر. طيب
هيك يعني في بعض الأساتذة هيك بيقولوا. هلا المهم عندي انا بدي من هول مين الايفن، مين الايفن عندي؟ بس التو. في عندي ايفن غيره؟ ما عندي. فدي من هي؟ هي التو بس. شو بيقول لي هذا الاي؟ هاي اي. بالبي شو بيقول بالبي؟ state whether each of the following statement is true or false وبعدين justify your answer. بتقولوا لي هول اللي قالون هون true or false، يعني اول واحد قال لي a equal b، خليني اكتبهم هون. بيجي بتطلع a equal b، لما يقول لي a equal b معناتها كل الاليمنتس اللي موجودين بالa بدهم يكونوا موجودين بالb، كلهم نفس الشيء، نفس الشيء بدهم يكونوا اثنيناتهم الa نفس الاليمنت، الa نفس الاليمنت بالb. بيجي بتطلع الa والb عندي ال1 وال2 وال3 4 5 6 7 8 9 عندي هون كلهم، بس الزيرو ما عندي اياه، فمعناتها هيدي شو؟ فولس. شو السبب؟ لانه قال لي justify your answer. شو السبب؟ بقول له زيرو از نوت، مثلا از نوت ان بي، مانا بست بي، او مثلا زيرو از ان اي، ان ست اي اند نوت ان بي، هني لازم يكونوا الاليمنتس ذا سيم. طيب set A subset لل B، ال A هاي ال A بيقول لي subset of B، يعني هون ال A موجودة كل ال elements موجودين فيها لهاي، لا منن موجودين، false منن موجودين. مش عم نحكي equal subset، subset يعني هاي موجودة فيها وبعد في اشياء، واذا ما بعد في ارقام هون ما بيأثر، مهم انه هاي كلها تكون موجودة هون، لا مش موجودة كلها لانه في عند الزيرو مش موجود. بيقول له zero does not belong لB، لأنه الزيرو مش موجود بالB. طيب B subset of A، هاي موجودة بالA، A موجودة لأنه ال 1 2 3 هي هون موجودين كلهم هون، هاي set B، set B موجودة بست A، A موجودة يعني هاي true. طيب C ما does not equal لD، هاي C radical 2 على 2 هاي دي 2، ايه صح true منن equal هون. C subset of B، هاي C بيلي هاي radical 2 على 2 موجودة بالB، radical 2 على 2 موجودة هون؟ لا مش موجودة، false. ليش؟ لأنه radical 2 على 2 does not belong لست B، هاي radical 2 على 2 منا موجودة هون. طيب D subset of A، هاي D subset of A، D هاي 2، هاي 2 اللي هون موجودة هون، ايه هاي دي الست دي، هي موجودة بالست A، فمعناتها true. طيب هيك بخلصنا البي. بالسي شو بيقول؟ بالسي حلو السي، هو الدرس حلو هذا، مش كأنه للولاد صغار يعني، انه قصدي يعني عم يلعبوا فيه، بصير واحد هيك بده يتسلى وبيحل ساتس. طيب بالسي شو عم بيقول؟ بالسي بيقول draw a Venn diagram، draw a Venn diagram representing these sets and show the relation that exists among them. رسموا لي Venn diagram. شو يعني Venn diagram؟ شوف بيجي بتطلع انا هون الستس A B C and D، اكبر ست من هي الA مبينة عندي، ما هيك فيها هول الارقام من 0 ل 9، بيجي بعمل دائرة كبيرة هيك، هي لان اكبر وحدة، هاي مين؟ هاي الست A، هاي الست A فيها 1 فيها 2، عادة نحن بنحط نقطة لكل وحدة انه هاي 1 2 ما بدكم ما تحطوا، هاي 3 4 5 6 7 8 وفي عنا الناين، صح؟ لكل وحدة أنا بفضل شو نعمل؟ نحط لها نقطة مثل البوينت، نحط لها نقطة. طيب ست بي مين هن؟ 1 2 3 4 5 6 9 لحد الناين، ما هيك؟ بيجي شو بعمل؟ ها هاي بقلم تاني، مين هن؟ في عنا الزيرو كمان، في عنا بست A في عنا الزيرو كمان، الزيرو داخل. طيب ست بي هن كلها رام عدا الزيرو، فشو بعمل؟ بحط دائرة على هول، هول الارقام اللي هون مع الناين، بحط دائرة عليهم وبعمل هاي ست مين؟ هاي ست بي. طيب ست سي مين هي؟ راديكال 2 على 2، موجودة راديكال 2 على 2 هون؟ موجودة؟ لا مش موجودة، فبحطها برا. راديكال 2 على 2 وما بلزقها فيها لحالها، هاي هيدي مين؟ هيدي ست سي لحالها ما بلزقها فيها، ما في شيء كومون بيناتهم. طيب في عندي ال 2، الست دي هي 2 صح؟ خليني بس غير لكم القلم. ست هي ست، عفوا ست دي هي 2، وين ال 2؟ هاي ال 2، ما هيك؟ بحط دائرة عليها هيك وبحط هاي شو؟
هاي السات دي، هذا الفان دايجرام. طيب هيكون خلصنا هذا السؤال، اي استفسار حكوني بالكومنتس وانا بخدمتكم.